إن تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والمنبثق من مبدأ نوفمبر يظهر جلياً من خلال البرنامج السكني الطموح والذي كان ضمن تعهدات السيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في 1 مليون سكن بمختلف السياق خلال الخماسي 2020-2024. برنامج سعى قطاع السكن والعمران والمدينة لجعله حقيقة على أرض الواقع، وهذا باتباع منهجية تعتمد أساساً على الكفاءات الجزائرية والمواد بناء محلية، بالإضافة إلى منهجية جديدة في العمل، وهو ما سمح بإعطاء دفعة ديناميكية لجميع المشاريع التي نسهر على تجسيدها. أيها الفضليات، أيها الأفاضل، إننا اليوم نجني ثمار سياسة حكيمة ورشيدة أساسها العمل المشترك والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية. وهنا أستسمحكم لأتوجه تحية شكر وعرفان لكل من رافقنا لتحقيق ما نصب إليه. إن الإنجازات المسجلة خلال آخر 4 سنوات جاءت لتؤكد الدعم اللامتناهي للسيد رئيس الجمهورية من أجل بلوغ الهدف المنشود. فبلغة الأرقام، تمكن قطاع السكن والعمران والمدينة بتسليم 1,250,000 وحدة سكنية خلال فترة 2020-2023، موزعة على النحو التالي: 200,000 وحدة سكنية بعنوان سنة 2020، 320,000 وحدة سكنية بعنوان سنة 2021، و 400,000 وحدة سكنية بعنوان سنة 2022. وبالإضافة إلى تسليم 330,646 وحدة سكنية بعنوان 2023، نذكر منها 150,000 وحدة سكنية بنسبة إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال 5 جويلية، و 130,000 وحدة سكنية بمناسبة إحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة أول نوفمبر. من جانب آخر، تم الانطلاق في الأشغال 515,369 وحدة سكنية بمختلف السياق إلى غاية ديسمبر 2023. الحضور الكرام، هي إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، كان لولاية بشار نصيب معتبر منها كغيرها من الولايات الهضاب العالية والجنوب، وهذا بتخصيص برنامج سكني لولاية بشار قوامه 6,830 وحدة سكنية هي الآن قيد الإنجاز. كما أستغل هذه السنة لأعلن عن تخصيص برنامج إضافي يبلغ قوامه 21,868 وحدة سكنية، تتوزع حسب السياق على النحو التالي: 500 سكن عمومي إيجاري، 14,742 تجزئة اجتماعية، 6,126 إعانة ريفية، و 500 سكن ترقوي مدعم بمبلغ مالي يقدر ب 25 مليار دينار جزائري. أما بالنسبة للتجهيزات العمومية، فقد تقرر تسجيل مجمعين مدرسيين نمط 2، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات، ومقر للأمن الحضري.